هو يوم وفاء، مش مسألة تجديد أحزان أو إن أنت بتتكلم في التليفون، في التليفون مثلا، أو بتجيب تليفونات تسمع فيها كلمة من 12 سنة. هي يعني مش مسألة تجديد حزن، لكن هو تجديد لوفاء. وده مهم جدا في الحياة، مهم جدا جدا. إن إحنا للأسف يعني كمجتمعات ساعات بنتكلم في الناس اللي ماتت أكتر من الناس اللي عايشة. في ناس عايشة كمان تستحق التكريم، في ناس حربت، في ناس جهدت يعني في 67 و73 و56. ممكن ناس تبقى موجودة وممكن أسرهم هي اللي موجودة تستحق التكريم، 56 و67 و73، أو حتى الناس إخواتنا وحبايبنا وولادنا اللي على الحدود يستحقوا التكريم، مش مرة ولا اثنين ولا ثلاثة، لا ده آلاف المرات. عشان كده هو مش تجديد للحزن، هو تجديد لوفاء. محمد عبد الوهاب معنا على التليفون، مدرب طبعا يستحق كمان هو كمان التكريم، بس طبعا ربنا يديله طول العمر. كابتن شوقي غريب، مساء الفل يا كابتن شوقي. مساء الخير ازيك كابتن السيد. وطبعا يعني انا يعني سعيد جدا في اليوم ده ان انتم بكرموا يعني لاعب كرة ادى لمصر وادى بلده، سواء على منتخب الشباب في سن الشباب او في سن الفريق الاول، وحقق لبلده بطولات وفي مجال الرياضه وحقق لنادي كتير. يعني ذكرى دايما هتفضل في قلوبنا كلنا وتفضل عندنا كلنا، زي ما انت قلت دلوقتي، زي كل الناس اللي توفوا الشهداء هتفضل ذكرامه. وانت كمان يعني حتى على النطاق الاسري انت عندك كمان حد عزيز جدا 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 عليك. طبعا فتحس يعني بالمعنى ده. طبعا 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 يعني يعني برضه نفس الوضع والله يا كابتن سيد. عشان كده انا بقول لك يمكن ذكرى محمد ده، احنا كنا في المعسكر ساعتها، كنا موجودين في المنتخب وحصل الموضوع ده، ويمكن كلنا كنا موجودين ساعتها ورحنا البلد مع البلد مع اسرته ومع والدته. ويعني عايز اقول ان يعني هي سنه الحياه، يعني لا ما يعني ربنا بيرزقنا وبعدين بياخد في الوقت اللي هو عايزه. يعني دايما بيمر عليك ناس بتبقى عزيز على قلبك وعزيز على حياتك ولهم ذكريات طيبه وذكريات كويسه، وده اللي كان فيه محمد عباد بصراحه. يعني انت بتتعامل مع شخصيه للامانه يعني عمرها في وقت من الاوقات ما كانت بتسبب اي مشكله خالص. ده حقيقي. يمكن انا اتذكر كابتن حسن لما كنا بنختار القايمه بتاعه 2006، وبعدين محمد ما كانش بيلعب حتى لسه في النادي الاهلي في الوقت ده خالص، كان موجود في النادي بس ما كانش بيشارك. صحيح. جلبرتو هو سأل ناخده شوقي على مسؤوليتي، انا عارف نوعيه محمد ومحمد هيبقى كويس. فعلا لعب المباريات وكان يعني من اسباب فوز مصر بالبطوله، وهي ذكرى هتفضل على طول، هتفضل فيه لانه كان انسان خلوق، انسان طيب، انسان محب، انسان الناس كلها ما شاف كانش فيه عداوات مع اي حد خالص. في نفس التوقيت ادى لبلده كتير وحقق انجازات وحقق بطولات سواء لناديه او سواء للمنتخبات على المراحل الصغيره والمراحل الكبيره. كابتن شوقي انا مش عايز اطول في الموضوع، غير ان انا بس انا عارف ومتاكد بشكل كبير جدا ان انت سهل تكون لعيب كوره، لكن صعب قوي 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 تكون نجم، وسهل جدا تكون لعيب كوره لكن صعب قوي تكون وفي ومنتمي ومخلص. كل دي اجتمعت في محمد عبد الوهاب. كابتن شوقي شكرا جزيلا لحضرتك لكل شيء.